ثلاثة باللغة. طيب هو جاي لك، لو هو جاي لك كبير وفقد الضعف السمعي لما كان صغير خالص، مش بوس لينجوال، احنا بنسميها الاذر يعني. شوف هم اتلخبطوا، البوس لينجوال يعني بعد ما اكتسب لينجوال هيرينج لوس. لا احنا بنقسمها اطفال يا كبار. واحد كبير وجاله الضعف السمعي لما اتولد بيه وهو كبير، هو دلوقتي 30 سنه 20 سنه 12 سنه تمام، وجاله الضعف السمعي لما اتولد بيه، اتولد بيه، يا اما جاله الضعف السمعي لما كان عنده سنه وجايلك 12 سنه، يبقى ده ايه؟ اني نوع، اني نوع من الهيرينج لوس؟ بري لينجوال هيرينج لوس، رغم ان هو كبير، هو شخص كبير، لكن الهيرينج لوس اللي عنده اسمه ايه؟ بري لينجوال هيرينج لوس. ده ازرع له ولا ما ازرعلوش؟ ليه؟ عشان الايدج كبير جدا، مش هيبقى فيه، مش هيبقى فيه فرصه ان هو يستفيد من الفرصة. ليه مش هيستفيد؟ ليه؟ عشان البرين بلاستيستي اللي احنا قلنا ما فيش مرونه للمخ لاكتساب الاصوات. في حاجه اسمها مرونه المخ لاكتساب وتعلم الاصوات، دي بتبقى في سن معين اللي هي الخمس سنين الاولى من العمر. كل ما كبرنا اكتر من كده يبقى ما فيش مرونه لتعلم الاصوات وفهمها عن طريق المخ، يبقى ده كبير وفقد السمع لما كان صغير او طفل او مولود بالضعف السمعي، يبقى ده ما ينفعش. طب ده كبير وجاله الضعف السمعي بوست لينجولي، يعني بعد ما اكتسب اللغه، يعني هو فقد اللغه، فقد السمع من حادثه عربيه، من التهاب سحائي السنه دي، السنه اللي فاتت، لكن هو كبير، يبقى ده اسمه ايه؟ بوست لينجوال هيرينج لوس، يعني ضعف سمعي مكتسب بس بعد استكمال اللغه او بعد اكتساب اللغه، ده البوست لينجوال. طب الاسسمنت اللي انا اعمله له ثواني خلاص، يبقى ده ينفع بشرط ايه؟ بشرط ان انا اعمل له العمليه بسرعه. ليه ما زودش؟ ليه ما زودش المدة؟ افرض مثلا قعد 10 سنين مش عشان اللانجوج، عشان الميموري، عشان مخ له قدرة على تذكر الأصوات. في حاجة اسمها البرين بلاستيستي، وفي فرق بين الميموري. ميموري يعني قدرة الإنسان وقدرة المخ عشان أتذكر الأصوات، لأنه كان عنده ذاكرة سمعية. الذاكرة السمعية دي بتبطل وبتبقى بطيئة جدا كل ما بيزيد مدة الضعف السمعي، يبقى ليها علاقة بالإيه؟ بالديوريشن اوف هيرينج لوس. يبقى دول سن مع ديوريشن، كل ما بيزيد الديوريشن اوف هيرينج لوس، يعني فتره عدم اكتساب اللي هي فتره الضعف السمعي، فتره الصمم، كل ما بتزيد كل ما النتيجه تبقى وحشه. طيب احكم عليه ازاي؟ ما في ناس بيبقى عندهم بقالهم مده بس لسه فاكرين بيستخدموا الليب ريدنج مثلا، ولسه فاكرين يعني الساوندز خلاص، ما فيش احكم عليه. انا بعرف، انا ببقى عارف ان هو الديوريشن اوف هيرينج لوس دي حاجه مش كويسه. ليه؟ كل ما بتزيد المده كل ما هو ممكن تذكره للاصوات اللي كان زمان يسمعها هتقل. يعني واحد زرع مثلا، هو جاله حادثه عربيه، اتنين جاله حادثه عربيه، واحد زرع بعد 3 سنين ولا واحد زرع بعد 15 سنه؟ ابو 15 سنه مش هرضى بيه اساسا، لانه خلاص ما فيش. لكن 3 سنين ولا كمان 6 شهور؟ طبعا كل 6 شهور، كل ما اكون ازرع بدري، يعني لحقته بعد 6 شهور من الضعف السمعي غير بعد 3 سنين. يبقى دي داخله بقى عامل تاني اللي هو الديوريشن اوف ذا هيرينج لوس، تمام؟ بيخشوا في بعض زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت، قلنا دي مالتي فاكتوريال، السن بالايدج اوف اكويزيشن بتاع الهيرنج لوس، بالديوريشن اوف هيرنج لوس، بالسن اللي عمل فيه العمليه، بالامبلانت يوز اللي هو الاكسبيرينس بالامبلانت يوز، الموتيفيشن بتاع العيال، الفاميلي اكسبكتيشنز، كلها داخلين في بعض. الريزيدوال هيرنج، كونفنشنال هيرنج ايد قد هو قد كده مستخدمها، كان مستفيد بيها ولا لا، قرب المسافه من التاهير ولا لا، كل دي عوامل داخله في بعض، تمام؟ طيب احنا دلوقتي هنبتدي في التأهيل. التأهيل ده هأهل طفل، ده البرنامج التأهيلي للأطفال، ازاي هجيبه في الجلسة واشتغل معاه. التأهيل ده أول حاجة البوزيشننج، البوزيشننج ده مهم جدا. تعالى لي بقى كده يا احمد عشان ايه أمثل عليه. ما أنت مش هتتهنى بالقعدة. البوزيشننج ده بقى لازم، البوزيشننج أول حاجة هيكون ما انا بشتغل. احنا لو بوزيشننج، لو هيبقى الاثنين قاعد، نفترض ان هو زرع العمليه هنا، تمام؟ انا هبقى قاعده معاه جنبيه ووراه شويه. ليه؟ علشان اعمل اليمينيشن للسبيتش كيوز او الفيجوال كيوز، عشان ما يبقاش في ايه؟ سبيتش ريدنج. يعني ايه فيجوال كيوز؟ يعني اي اشارات بصريه بعمل اليمينيشن منها عشان ما يشوفنيش، يبقى انا بشتغل بالسمع بس.
خلاص يبقى ده احنا بتكلم على دلوقتي ايه تدريب السمع، مش بتكلم على تدريب اللغه. تدريب اللغه والكروت والقصص بتاعت اللغه دي قصه تانية خالص، دي مش داخله في دي ريليتد. اه لكن انا بتكلم دلوقتي على التاهيل السمع. يبقى اول حاجه البوزيشن، هبقى قاعده جنبيه جنب الودن اللي اتزرع لها، وقاعده شويه ورا بحيث ان اعمل اليفيشن ما يشوفنيش بعينه، تمام؟ وبمسك حاجه زي مش سكرين. المش سكرين دي زي اللي هي الطاره بتاعه اللي هي زي عارفين التكييف بيبقى مش عارفه الحاجه السوداء بتاعه الفلتر، حاجه سوداء كده هو بيبقى ليها طاره خشب، بحطها. ليه ما بستخدمش ورقه زي دي؟ ليه؟ ايوه عشان بتعمل ديستورشن الاكوستيك ستيمولس. لما اقول بابا هتعمل كيوز عده حاجات بصريه للايه؟ لتذبذبات الهواء. يبقى دي بستخدمش حاجات اللي زي الورق او بايدي. لو تلاحظ ان انا عملت كده بايدي هعمل ماتلنج للصوت، يبقى ولا ايدي ولا هواء. لو عملت بايدي ممكن اعمل كده، بس برضو بعمل اليمينيشن اللي بين الصوابع ما يبانش اي فيجوال كيوز من الفم. خلاص يبقى انا بحاول اقلل اي فيجوال كيوز سواء بالورقه، ما بعملش حاجه بورقه او ما بعملش كده او هي المش سكرين هي اللي تستخدم، هي احسن حاجه عشان تسمح بمرور الهواء وبالداري تماما. وبرده براعي ان انا ما اديش اي كيوز بحواجبي او اشتغل جامد، لان كل ده بيدي ايحاء لطفل نبيه شويه، هيدي لك ايحاء لو انا رفعت حواجبي من التعجب او بسال سؤال، تمام؟ يبقى كله بعمل كده بحيث ان يبقى انا بلانك خالص، وده مش مشوف حاجه وهو بيعتمد بس على السمع. يبقى دي اول حاجه في البوزيشن. دايركت سكرين في طريق تاني ممكن ان انا دايركت سكرين الطفل قاعد كده وبعمل كده، يبقى انا ايه بعمل اليميشن فيجوال كيوز وبعمل بعتمد على السمع. يبقى القعده يا اما قاعد جنبي وانا قاعده وراه، يا اما مباشره قدامي وش الوش وبعمل دايركت سكريننج، بطلع وبنزل بطلع ونزل، يا اما بقول له نزل عينك. يبقى ايه نزل عينك وجاوب، يبقى اعتمد على السمع بس. بس انا ما بحبهاش نزل عينك دي، ليه؟ لان اولا الطفل ممكن ما يبقاش متعود عليكي، ما يرضاش يستجيب، وبعدين مش كل الاطفال يحب ان كل حاجه نزل عينك، لا ممكن مع الكبار. يعني بحس ان هي مهينه شويه او مش بحبها، مش بستظرفها، يعني ان هي نزل. المهم ان هو احسن كده دايركت كيوز احسن، ويبقى ايه الفيجوال كيوز تتدارى بالمش سكرين. بلاش حكايه نزل عينك دي، لان ممكن لو شخص كبير ممكن. ماشي شكرا خلاص. يبقى دي الثلاث طرق عشان البوزيشننج، عشان تعرفوا بقعد الطفل ازاي. طيب هدفي من التأهيل ايه؟ الهدف من التأهيل لازم نفتكر الاهداف العامة من التأهيل، ان انا بخلي الطفل ان هو يتعلم ان ينصب بالجهاز. مش اول مره زي ما قلنا دي مش نظاره هلبسها هشوف، لا، اول ما بلبس الجهاز ده الطفل بيتعلم ان ينصب بيه، دي حاجه بتتعلم. لنيو سنسيشن اوف ساوند، لاشكال غريبه من الاصوات ما سمعهاش قبل كده. عباره عن ايه الاصوات دي؟ عباره عن نبضات كهربائيه، مش الصوت بتاعنا ده، لا بتبقى طالعه على هيئه موجات ذبذبات. الذبذبات الميكانيكيه بتاعت زمان اتقلبت لكهربائيه، فنوع معين من الاكوستيك سيجنال ما اتعودش عليه قبل كده، تمام؟ بعد كده هدفي من التاهيل ان انا بدخل الليسننج في كل الاسبكتس بتاعت الاطفال بتاعت حياه الطفل، بخلي خبره السمع في كل الحياه بتاعته، مش بس في وقت الجلسه، مش بس في المدرسه، مش بس في البيت، لا، بيعمل انتجريشن، بعمل تكامل للتنبيه السمعي ده في كل حياه الطفل، مش بس في وقت الجلسه. يعني في حاجه اسمها بتاع ده، يعني حاجه زي ما تقول بلاند، ان هي حاجه بعمل لها تنبيه ان انا بعملها، وفي حاجه اسمها انسيدنتال هيرنج. انسيدنتال هيرنج يعني تلقائي، السمع التلقائي من البيئه. الثاني اللي هي ستراكشرد، اللي هو زي ما تقولي ايه، حاجه يعني انا اللي بعملها، انا اللي قصدي ان انا اعملها، يعني ستراكشرد وقت الجلسه. الثاني تلقائي، يبقى انا هدفي ان انا مش بيبقى السمع بس وقت الجلسه، لا، يبقى هدفي ان انا يسمع تلقائيا في البيئه اللي قاعد فيها، سواء في الشارع او في البيت. لان تيجي لك وهي طالعه من جايه لك من بره قافله الجهاز، طب ليه؟ عشان اللي خايفه عليه لا يقع، خايفه مش لا. طب ما انا عايزه الحاجات الحسيه بتاعت السمع، الخبرات الحسيه بتاعت السمعيه لازم تبقى في البيئه، لازم تبقى في وسائل
لازم في اي حته قاعد فيه، في البيت، في الشارع، في كل حته. تمام. اليوزر اديشن هدفي من التدريب برضو يستخدم السمع بدل النظر، كفايانا بصر، بنستخدم البصر ده كتير. افرض هو مولود بضعف السمع، زرع وهو عنده 3 4 سنين، يبقى قعدنا كام سنه مستخدمين البصر؟ 3 سنين. فاحنا كفايه بقى بصر، ويعتمد على القناه اللي كان راكنها. طيب وبعدين اهم من ده ان الطفل يتعود على ده في التخاطب، يبقى يستخدم بصر وسمع والكيوز التانية بقى اللي موجودة في البيئة عشان يفهم الحكاية. واهم من ده ان هو يتحول الى في المدرسة انه يبقى انتجريتد سكول، ما يبقاش في المدارس بتاعت الصم، ولا يأند اب ان استخدام الاشارة، يبقى احنا ما عملناش حاجة. يبقى انا هدفي في الاخر انه يبقى يوصل للمدارس المتكاملة مع الاطفال الاسوياء باستخدام السماعة. develop structured and incidental hearing، يعني الاثنين، مش بس structured اللي هو اثناء الجلسه، incidental اللي هو السمع التلقائي، ده هدفي. طيب اول حاجه الهيراركي، بنمشي خطوات بين listening skills، دي المهارات السمعيه. اول مهاره الديتكشن، يعني ايه يعمل ديتكشن للصوت؟ يعني ينتبه للصوت. ازاي ينتبه للصوت؟ يعني اي هتلاقوا هنا كل حاجة الشايلد ويل ديفلوب اويرنس، يعني ايه؟ يبقى اوير بالصوت، يعني منتبه للصوت. اويرنس اوف ذا بريزنس، وجود الصوت او عدم وجود الصوت. ليرن تو ريسبوند تو ساوند اند تو ريسبوند وين ذير از نو ساوند، يعني الطفل لازم يتعلم لما يكون في صوت ينتبه، ما يكونش في صوت ما يبصش. ادي بس الاتنشن، يبقى اوير في صوت او عدم وجود صوت، صوتي عدم وجود صوت او صوت. ازاي؟ ايه المطلوب؟ كل خطوه هقول لكم انا بعمل ايه ومطلوب من الطفل يعمل ايه. مطلوب من الطفل ده ان يوريني اي تنبيه انه تنبه للصوت. ازاي؟ اطفال تروح تطلع صوت، يعمل لك ايه؟ يا اما يعمل كده بعينه، يا اما يعمل كده بكتفه، يا اما يوقف لعب، يا اما يدور يبص على مصدر الصوت، هو مش عارف منين. احنا كل ده فروت ساوند، ما هوش عارف ده منين. صوت صدر، هو مش عارف جاي منين، ولا عارف ده ايه، ولا عارف ده صوت انسان، ولا ده صوت حيوان، ولا صوت عربيه. هو صوت حصل، ايه هو مش عارفه، لكن هو حس ان في حاجه جديده داخلاه. خاصه دي بتلاقيها ايه في الاطفال اللي هم مثلا محرومين بري لينجوال هيرينج لوس، يعني كونجنيتال، مولود بيه بالضعف السمع، ومثلا ايه زرعنا له لما كان عنده 3 سنين او 4 سنين. يبقى ده مولود قاعد في سايلنس، قاعد في سايلنس كام سنه؟ صمت كام؟ 4-5 سنين او 3 سنين. زرعناه اول ما الجهاز يبتدي يشتغل بيبتدي بقى ايه اويرنس. يعني ايه الاويرنس؟ يعني يبقى منتبه للصوت، يبقى اما رمش بعينه، يا اما وقف الاكتيفيتي بتاعته، عمل كده وبص فضل يدور على مصدر الصوت، وهكذا. يبقى بيديكي دلاله ان في صوت او عدم وجود صوت. تمام. طيب كل واحده من دول هتلاقي فولوينج اوديتوري كيوز بلس اور ماينس فيجوال كيوز. يعني ايه بلس اور ماينس فيجوال كيوز؟ يعني حدي الحاجه السمعيه الطفل انتبه ليها كان بها، ما كانش حدي مساعده بصريه. يعني ايه مساعده بصريه؟ يعني اوريله مصدر الصوت. يبقى انا عملت كده وانا مش، هو مش شايف، هو مديني ظهره وعملت كده، ما بصش، ما ادانيش اي ايحاء انه بص، ولا رمش بعينه، ولا بص من مكان الصوت، ولا وقف الاكتيفيتي. بعمل له ايه؟ بخليه يجي ويبص انا بعمل ايه؟ في خبط على الترابيزه، او حد خبط الباب. يبقى بلس اور ماينس، يعني يا اما بساعده بحاجه بصريه يا اما مش بساعد، بخليها اوديتوري بس. يبقى ببتدي باوديتوري بس، ما نفعش يبقى بدي فيجوال. قولي يا سوزان. طيب هو ممكن تكون المشكله ان هو مش عايز بصر، لا المشكله في درجه الصوت ساعات لما يكون عالي او واطي. يعني ساعات كتير قوي لما نبدا نقول معاه كده نعمله بالواطي ما بينتبهش باي حاجه. لا انا مش عايزه الواطي، انا مش عايزه الواطي، مش بعمل الواطي في الاول، انا بعمل العادي بتاعت الانفايرومنتال ساوندز بتاعتنا. العادي ده ما بيجيبش، مش بعمل له تشالنجينج في الواطي خالص، اللي هو الطبيعي. يعني الطبيعي اللي هو كده العادي بتاعنا، ما فيش بقى الاعلى، لكن ويسبرينج لا ولا كده، ده لا الاعلى بقى من الطبيعي. العادي العادي التخبيط العادي، خبط على الباب، اعمل كده يا عصام على الباب، العادي. ما بصش، لو انا ما بصتش هو بيلعب ما بصش، هقول له بص باب باب، خبط باب، حد تاني هيخبط باب، يبقى انا بنبهه ان الصوت مصدره منين. فهمنا كده؟ يبقى دي مرحله الاوائل، فولوينج اوديتور كيوز بلس اور ماينس زي ما قلنا،
مجتمعي بلس اور ماينس بصل. هيراركي ليفل اكيوريسي ليفل يعني ايه؟ 30% لازم بنعمل دوكيومنتيشن. ليه؟ لان من 10 محاولات حقق كم محاوله؟ 3 في الاول، بعد كده بزيد لاربعه، بعد كده بزيد لخمسه، بعد كده 100%. يعني كده كم 100؟ عملت 10 محاولات، عصام خبط 10 مرات الطفل انتبه 10 مرات، يبقى كام ده؟ اكيوريسي ليفل كام؟ 10 من 10. يبقى خلاص عدينا المرحله دي. اعرف ازاي؟ ما في كتير يقولوا لي اعرف ازاي ان احنا اتقل من مرحله لمرحله. لما يحقق جاب 80% ل100% من المحاولات، عملت 10 محاولات جاب 8 منها، يبقى 80% او 100%. خلاص فهمنا دي واضحه؟ يعني اتقل على المرحله اللي بعدها لما هو يحقق على الاقل 30%. 80% في البدايه 30، يعني كل 10 خطات بص لي 3 منهم. اعمل تاني يا عصام اهي، بكون مثلا بلعب في حاجه بصيت او بمساعده الاخصائي قال لي اهو باب، ها تاني بلعب في حاجه بصيت، يبقى دي محاوله، محاوله نجحت يبقى خد واحده، محاوله نجحت خد اثنين، خد ثلاثه، وهكذا. يبقى كم مره دول؟ لغايه ما يوصل 8 من 10 يبقى حقق كام؟ 80%. اكيوريسي ليفل. عشان كده بحسب. طب ليه بحسب؟ عشان انا بعد 10 جلسات هنسى الطفل ده كنت مبتديه في ايه. وساعات الاهل يقول لي لا ما هو ما حققش حاجه، ما هو زي ما لا، لما بيكون انا عندي جداول وببقى عارفه وحاسبه بقول له لا تعالى بقى نرجع للجدول. كان ابنك اول ما ابتدى كان محقق 30%، بعد 10 جلسات دلوقتي 80%. من ايه؟ من اي مهاره؟ من مهاره ان شاء الله الاويرنس. تمام؟ فاذا في هيراركي، يعني في خطوات بنتبعها ان احنا نكبر من الصغير لاكبر لاكبر اكبر. فهمتوا الاويرنس بعملها ازاي؟ طب حضرتك بعد اذنك انا بطلب منه ان هو يعمل الريسبونس دي، ولا هي طفل صغير مش عارف حاجه انا بس انا اشوف السبونتينيوس ريسبونس بتاعه؟ استنى بص للتلقائي بتاعه. لو بص بص ما بصش، لو بص بص ما بصش مش لازم اعلمه. هي دي بقى بلس اور ماينس فيجوال كيوز. لو بص بص ما بصش بقول له بص باب، يبقى ده الفيجوال كيوز صح؟ انا مش عايزه الفيجوال كيوز، انا عايزه ده. طب ده ما اشتغلش بخليه يبص على ده، يبقى بدمج ده مع ده لغايه ما يحقق لي بده بس 80%. هو لو اعتمد على الاسبوندينيوس ده ما ممكن يتعود على الساوند فيبتدي ما يدينيش ريسبونس المره الثالثه او الرابعه. يعني هو خلاص اتعود ان كل شويه بتعملي ساوند بيروح باصص فبطل يبص، عارف الساوند جاي منين. على الاقل هتبيني، على الاقل هيبص لك كده اكيد خط باب، الاستيميولات كلها مختلفه، حاجات مختلفه، تليفون باب، مش بس الباب انا بديكم امثله، باب تليفون صفاره، بلاش الموبايلات، الموبايلات بيبقى الصوت الهاي بيتش ساوند ده بيبقى صعب ان هو بيعرفوه. تليفون عادي، تليفون خبط خبط الباب، تليفون صفاره، الحاجات بتاعت الراتلز اللي هي الشخشيخه، الحاجات اللي بندخلها الكيوبس، كلها الحاجات اللي بتعمل نويز في الانفايرمنت، مش لازم ده يعني. و 80% الاورنس بتاع الاورنس بتاع التشايلد لوحده من غير ما انا اساعده. 80% 80% نون فيجوال كيوز، مفيش فيجوال كيوز، اوديتوري كيوز بس، عشان اعرف ان بالاوديتوري كيوز بس حقق 8 من 10. ايه انواع؟ هو يبص لوحده بالظبط. يبقى انا اعرف ان هو بقى اوير ان حاجه في اويرنس لسه، هو منتبه ان في صوت. مش لازم يكون في صوت باب وصوت تليفون يبص على التليفون او الباب، مش لازم. بص واحد فيهم ما تفرقش معايا، لان هو لسه في المرحله ان مش قادر يعرف ده باب وده تليفون. مش لازم، هو في صوت حصل. بيقول لك في الكتب، في كتب بيقول لك ايه؟ اول ما بيبقى سويتش اون بيحس الجهاز الطفل كأن حاجه في مصارينه بتلعب، في صوت. هو مش عارف ان ده جاي من هنا، ده ممكن يكون جاي من هنا وهو مش دريان، كأن في حاجه في بطنه. فهو مش هو انتوا متخيلين يعني ايه سايلنس؟ متخيلين انه اربع سنين صمت تمام؟ صمت مش عارف النوع ده من الصوت، مش متعود عليه، مش فاهمه، مش عارفه. فهو سامعه ايه ده؟ جاي منين؟ ما يمكن جاي من هنا، جاي من قلبه، حاجه من جواه. والناس الكبار اللي قالوا لنا كده، قالوا لنا انا حسيت ان كيف حاجه بتخبط في بطني، حاجه بتخبط في دماغي، انا مش عارف ده ايه، فين وفين. لما خلوا بالكم دي نبضات كهربائيه، مش صوت زي بتاعنا ده، بيتعلم المخ بعد كده يفك شفرته. فهمنا؟ فاول ما بيعمل الجهاز سويتشنج اون بيبتدي الولد او الطفل يبتدي يعلم ده ده باب، ده تليفون، شويه بشويه. لكن الاويرنس دي، مرحله الاويرنس، الانتباه الصوتي في صوت او من عدمه، مش عارف ده مين، ده مين، مش عارف حاجه خالص.
في صوت ايه هو مش عارف. اتفقنا؟ ايه انواع الاصوات اللي انت لسه بتسالي عليها؟ اصوات كلها، اصوات الكلاميه، اصوات خط الباب، الدور بال، نوكن على الدور، التليفون، الكتريك ابلاينسز اللي هو جهاز الخلاطات، الراني ووتر، شل الميه، الميه ممكن يجيب للطفل اسمع اقفل الباب حنفيه سيفون اقفل السيفون صوت مفيش صوت بعلمه بوديه للحنفيه سامع صوت اقفل مفيش سامع صوت اقفل صوت يديني ظهره افتح الحنفيه فيه فيه لو سامع اعمل لي حاجه ارفع ايدك سامع فيه صوت سق وهكذا بنعمل له اختبارات بحيث ان صوت ينتبه مفيش صوت ما ينتبهش. اتفقنا؟ يبقى دي انواع الاصوات سواء ميه او تويلت او الراديو او الفارم انيمال بطه قطه جرس اي حاجه من الاصوات اللي بتنبه تعمل اصوات سواء قطر عربيه وهكذا اللعب اللي موجوده في السوق. وبعدين اصوات الانسان سواء سينجينج او توكينج او جيمز او اي انواع لو خدتوا بالكم اعداد لا نهائيه من الاصوات ايه اللي بيحصل. طيب بعد ما كده بعد تاني خطوه هيبقى الشايلد تو اتند تو ان اكسبكتد ساوندز يبقى الان اكسبكتد حاجه مش متوقعها يبتدي يبص لها. طيب لو انا ما عرفش انت بتقولي انا عملت الصوت ما بصش انا اللي ابتدي بقى امسك له الباب اقول له سمعت باب اهو باب زي الخطوه الاولانيه بس ببتدي بقى ايه انبهه للحاجات المعينه باب من تليفون من خلاط من ميه من خط رجلين من تسقيف ده حاجه وده حاجه كل حاجه من دول ليها صوت خلاص يبقى سمعت ايه ده صوت كذا سمعت ده ووديه للحاجه يبقى دي اتند بقى هيعمل اتنشن ينتبه للان اكسبكتد ساوندز افتر اتاتشنج ذم وذ فيجوال كيوز يعني لازم الحاجه البصريه اعمل اتاتشن بقى الصوت بما معناه يبقى احنا وصلنا للمرحله بقى صوت بمعناه كان الاول كروت ساوند هو مش عارف ده ايه دلوقتي وصلنا صوت بمعناه مهمه جدا دي صوت خط الباب يبقى الباب صوت التليفون يبقى التليفون صوت بابا بيتكلم يبقى بابا اتفقنا كلها بقى تليفون صوت الباب صوت الالارم كلوك وهكذا ميوزنج سواء خط التسقيف او ان انا ماشيه على الرجلين وهكذا انواع معينه من الاصوات برضو following auditory cues لو ما سمعهمش بعمل له الحاجة البصرية اللي معاه يبقى بربط البصر بالسمع اللي بعد يعني. هنشوف دلوقتي ازاي بتطبق بس ربنا يسهل تشتغل بقى الصوت في الاول لا استخدم النورمال ساوند النورمال
السؤال ده مهم جدا السؤال ده. ما بعليش الصوت في الكوكلير، لان الكوكلير ده مش جهاز زي الكونفنشنال هيرينج ايدز. الكونفنشنال هيرينج ايدز بتشتغل بالامبليفيكيشن، بتعلي الصوت، ده ما بيشتغلش بيعلي الصوت. اهم حاجه ان انا بستخدم الوتيره العاديه في صوتي، هابيتشوال بيتش وهابيتشوال انتنسيتي. ما بعليش الصوت ولا برفع الصوت ولا بتخنه، العادي بتاعي. سمعت صوت وتروح تفتح الباب، يبقى ده اسمها ايه؟ صوت، وبتروح لمصدره. تمام؟ يبقى انا ما بصيتش، يبقى اقول لها باب، بصي افتحي الباب، سمعتي باب صوت، يبقى تروح البنت تفتح الايه؟ الباب. خلاص، يبقى دي اسمها ايه؟ صوت، وتروح للمصدر بتاع صوت. فيش بالكيوس على الانتباه للصوت وتحديد مكان الصوت، تحديد مكانه. يبقى راحت فهمت ان ده باب مش تليفون، خبط الباب عادي. يعني اتنشن تو ساوند ولا ريكوجنيشن؟ ما حضرتك ما لو حطيت التليفون والباب جنب بعض هي هتبص على المكان اللي فيه منك، مش هتفرق ما بينهم. لسه ما فرقتش. ده اتنشن. اتنشن بس. ريكوجنيشن لو التليفون رن مع الباب راحت للتليفون. يبقى ده احنا في مرحله الاتنشن لسه. مرحله اتنشن بس. وبعلمها صوت ما معناه. ايوه. تمام؟ لازم فيجوال كيوز هنا، لان انا ما انتبهتش ده فين. قعدت كده متنح، يبقى لازم ان انا اوريها ان ده باب، باب، روحي افتحي الباب. وحد لما بيفتح الباب باب. اتفقنا؟ اللي بعده. انا واحده بقى. يا الله مش ممكن. في الوول بتاعي فقط استنجر واحده برده مفيش كوره كده. هو ايه اللي بعد كده؟ لا مش اه دي لسه عامله كده. لونج اند شورت بقى اللي هو بقى من الصوره. كونديشن ريسبونس. دي كونديشن ريسبونس. لا طبعا ما تنفعش. Never judge a book by its cover. Steal the book. الكونديشن ريسبونس ده، طب هات لنا الصوره. هل الصورة؟ بص ده عبارة عن ايه؟ الطفلة ماسكة جار كده، وفي حد اخصائي ماسك منبه، كل ما يضرب المنبه هي مش شايفاه. اسمع الاول. منبه وراها وهي بتسمع، لما تسمع تعمل حاجه. يبقى دي اسمها ايه؟ conditioned response. يعني تسمع تعمل حاجه، مطلوب منها تسمع. يبقى انا متاكده ان هي سامعه ولا لا؟ يبقى دي مرحله اكتر من awareness ولا لا؟ فاهمين ازاي الحس اللي انت عايزاه؟ هو ده الفكره. بفهمها ازاي؟ بقعد بعمل نفسي اتنين شغالين، حد يعمل كده اهو، بيبقى معايا اخصائي تاني والطفله. تمام؟ الطفله ملهاش اي دور، اخصائي بيشتغل، المنبه شغال، ضرب المنبه، اعمل نفسي صوت واعمل حاجه تاني. حد طلع المنبه تاني وانا مش شايفاه، الاخصائي بيعمل لي المنبه كده وانا مش شايفاه. سمعت، ببين لها ان انا سمعت.
صوت اعمل حاجه، يبقى في صوت والريسبونس طبعا كله بالايميتيشن في الاول، يبقى في صوت بعمل نتيجه حاجه ليه، يبقى انا سمعت ودي النتيجه، يبقى ستيمولس ريسبونس. خلاص زي الباب، خبط الباب ايه النتيجه؟ ان انا ابص له، يبقى ده كونديشند ريسبونس، قمت فتحت عرفت ان ده باب. خلاص يبقى دي مرحله اعلى من الاويرنس، يسمع يفتح الباب، يسمع يدخل حاجه، يبقى ده بعلمها له، عشان كده لوحده مش هيعرف، بنبهه. وممكن الطفل يروح ايه يلعب، يعمل لي ايه، خلي وشك كده، وانا لو عمل المنبه يرفعه. ساعات اطفال بيبقوا ايه يعني ممكن يفهموا الايديا، يروح عامل لك الصوت وانت لما تسمعي اعملي ممكن نتبادل الادوار ويبقى سويتشنج الرولز، انا بقلدها كاني انا بنبهها ايه هي مطلوب منها تعمل ايه. لازم الطفل يفهم هو مطلوب منه يعمل ايه. اتفقنا؟ طب اللي بعده، اللي بعده ده develop spontaneous awareness، يعني انتباه تلقائي، الصوت يصدر يبقى يدور، باب يخبط يروح يفتح الباب، تليفون يخبط يروح يفتح التليفون، جرس ينتبه يروح وهكذا، عربية يبقى ده عرفت العربية، العربية من الباب، يبقى ده spontaneous اللي هو حاجة تلقائية، الawareness التلقائي من الصوت، ده باب ولا ده شباك ولا ده خبط عربية ولا حاجة وقعت على الأرض وهكذا، يبقى دي اسمها spontaneous awareness الأصوات. مرحلة الديسكريمينيشن بقى دي مرحلة أعلى اللي هي التمييز السمعي. يعني إيه أميز السمع؟ يعني إيه أميز المرحلة دي؟ قول يا سوزان. التمييز السمعي يعني إيه؟ التمييز السمعي إن هو لما يسمع بقى صوت يقدر يديني رياكشن قوي قدامي. لا يفرق يعني تمييز صوت مثلا عصفوره وصوت مثلا باب، يقدر يميز بين الاثنين ان ده مثلا صوت عصفوره وده صوت باب. تمييز ده اللي قبلها، دي الاويرنس والكونديشند ريسبونس واللي قبلها دي اسهل. الديسكريمينيشن يعني نفس الصوت، نفس الصوت ده عالي وده واطي، ده رفيع ده تخين، ده طويل ده قصير، ده التمييز السمعي، ده التمييز. بس احنا لسه ما لا احنا مرحلة ان هو لو في صوتين يبقى فاهم ان ده الباب وده التليفون، ما وصلنالهاش لسه، ما وصلنالهاش لسه، ما وصلنالهاش. هو المفروض ان انا اربط الحاجة بمعناها. هو الاول يا دكتورة ما بيبقاش عارف، مش عارف، ما احنا خلاص نعودناه بقى. امال احنا ما وصلنا للفيجوال كيوز ازاي؟ اوديتوري مش فاهم بعملها له فيجوال، يبقى وصلنا ان هو بيسمع الحاجة ويشوفها ويعملها، يبقى يعرف ان ده الباب مش التليفون. تمام؟ فهماني؟ يبقى لازم يربط بالفيجوال كيوز، هو سامعها مش فاهم ده ايه، يبقى لازم معبلها بحاجه بصريه لغايه ما فهمه. الباب رحت وريتها الباب، الجرس المنبه عملت حاجه، يبقى سمعت ان في صوت مطلوب منها ان هي تعمل حاجه ريسبونس ليه. ايه هو؟ بعلمه لها بالفيجوال كيوز. اتفقنا كده حضرتك؟ احنا كنا اول اتنشن بعد كده ريكوجنيشن، بعد كده لا ريكوجنيشن ده في الاخر لسه. هاوز جوينت تو ديسكريمينيت بين تو ساوندز اذا كان كانوت ريكوجنايز ذا ساوند. نفس الساوند هنا مش التو ساوندز، هو نفس الساوند، نفس الساوند، ده عالي وده واطي، ده رفيع وده تخين، ده التمييز. طب انا هعرف، طب انا هميزه ازاي؟ هوريكي دلوقتي، هوريكي ازاي، وريني كده. اوكي دول سهلين دي صورة كانت اللي ماسكاها، صورة خروف كبير وصوت خروف، صورة خروف صغير، بعمل لها نفس الصوت اهو، مش بغير في البيتش دلوقتي، انا بعمل الصوت اهو. عالي وواطي ده اللاود صوت. ما هي بالنسبه لها بس هتعمل لسه طويل قصير هتشوفيه غير ده. ده صوت عالي وصوت واطي لنفس الحاجه، سامعين؟ صوت خروف با، صوت خروف صورتين كده، صوره خروف كبير خروف صغير. ده بالصدفه حد ضرب الجرس بصيت له، يبقى ده كونديشن ريسبونس، سمعت وايه رياكتد ان بصت فين. سمعتوا دي؟ يبقى ده ديسكريمينيشن ما بين العالي والواطي، تمييز. اللي بعده خش بقى التمييز. ايه
يبقى ده اللاوت والسوفت. احنا في التمييز السمعي دلوقتي. انت على لونج وشورت. لونج وشورت بتشاور على الصوره الصح. انت معاكي صوره مثلا تعبان طويل وتعبان قصير. تو مثلا يشاور على الطويل، تو يشاور على القصير. انا بعمل ب يشاور على التخين مثلا، بعلمها وهي عليها تختار. سامعين؟ ده سورة تعبان طويل وسورة تعبان قصير. انا بقولهم لها وهي عليها تنقي. وافضل اقول لها فين ده ولا ده. السورتين موجودين قدامها وهي عليها تنقي. ما عرفتش بالسمع بس، ما عرفتش. انا الماش سكرين على وشي، ما عرفتش. لا ببين لها بقى في الصوره ده طويل ده قصير. وريني صوره المسطره الطويله ولا ده كان رفيع او تخين. حاجه زي كده، ممكن اجيب حاجه زي كده. ده طويل مش لازم بقى كده، بس لازم ده ليه صوت. ما ينفعش كرافطة قصير وطويل، لان لازم حاجه ليها صوت. هي عارفة ده طويل وده قصير، لكن هقولهم ازاي بالصوت عشان تنقيه. ما اقدرش اقول طويل قصير، انا لسه في مرحلة اصوات، فمش هينفع صوت زي ده، مش هينفع صورة زي دي. حاجة تصدر صوت. اتفقنا؟ هنبتدي نقدر نميز بين الصوتين التخين والرفيع. بصي يا شهد، ده صوت راجل تخين، صورة راجل تخين وراجل رفيع، وبوريها ده ده وبفضل افهمها لها بالكروت كارت قدامها. ده رفيع ده تخين، ده رفيع وده تخين، وبقولهم يلا اختار واحد وانت تقولي لي مين فيهم. يبقى ده ايه؟ ديسكريميشن. يلا نسمع تاني. سينجل وريبيت. عرفتوا الرفيع والتخين؟ ده التمييز كله ما بين رفيع تخين، طويل قصير. تمام؟ بعد كده السنجل وريبيتد. هنقيس دلوقتي القدرة على متابعة صوت المتقطع والمتصل. توت 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 توت. صورة قطر توت توت توت، وصورة قطر تاني توت. ببين لها بقى ده توت 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 وده توت. سامعه سامعه؟ خلاص حفظتي. انا هقول واحد فيهم نقيلي. ما فهمتش لازم حد يكون قاعد جنبي ويطبق فيا وانا اعمل لها قدامها. فهمنا؟ عشان البنت تبقى فاهمه انا عايزه منها ايه. فهمنا؟ يبقى ده اوديتوري كيوز بس، ما نفعتش يبقى بستخدم الفيجوال كيوز. فهمنا دي؟ يبقى دي كلها مرحلة ايه؟ تمييز السمعي. رفيع تخين، طويل قصير، يعني العالي والواطي، سينجل وريبيتد، التخين والرفيع. اتفقنا؟ والعالي والواطي. في فونديشن في انفيرمنتال ساوندز بعد كده بس هتلاقي دي مع السلايد. شوف بقى اللي شوف البرزنتيشن بقى نفسها. الديسكريميشن بتوين الانفيرمنت. خلاص احنا وصلنا بقى كده. طب عايزين نطبق الديسكريميشن ده في حياتها. هنميز ما بين قطة وكلب. هاو هاو هاو، ميو ميو. ولاحظين ان ايه حاجات مختلفة من الفاولز كمان. الدور والتليفون رينجينج ميزت بقى. ده خبط الباب والتليفون، يبقى برضو ميزت مرحلة تمييز سمعي. كون ان هي ده لوحده اتعمل وده فتحت الباب ما راحتش، يبقى دي مرحلة اعلى. فاهم بقى الفرق؟ دي بميز. كون ان راح الباب خبط والتليفون خبط، راحت للباب لما الباب خبط، يبقى ده ريكوجنيشن، عرفت ان ايه. ايوه، ربطت الصوت بما معناه، يبقى دي مرحله اعلى. المرحله الاولانيه الديسكريميشن يا دوبك عارفه ده باب ده تليفون ده، هي الاويرنس. بعد كده الديسكريميشن بميز، بفضل اديها في التمييز ده صوت عالي صوت واطي صوت السبيتش واي انفيرمنتال. اشمعنى باباها لما بينده تروح لباباها ويقوم مثلا كلاكس عربيه بتبص له، يبقى الكلاكس عربيه فرقه عن باباها، فرقه عن طفل صغير، فرقه عن ماما. كل دي تمييزات بتميز ما بين الاصوات المختلفه. ماما
طيب ليه لا سمعي واه ليه لما يقلدها لازم علشان حكايه القوقعه دي بخليه ان هو يعمل مونيتورنج للكيوز بتاعته ما يجيش يقول لك سلام عليكم من اولها ده طبعا ده لو هو فيربل انا بتكلم على النون فيربل ده انا بس بدرب ايه النون فيربل اللي لسه ما كلام ما فيش فانا قبل ما يحصل كده وقبل ما يحصل الهاي بيتشد ساوندز ويعمل ديفلوبمنت للكلام الوحش بنبهه يتعلم انه يستخدم القوقعه انه يتحكم في الجهاز بتاع اخراج الصوت يطلع بيتش مظبوط ولاودنس مظبوطه اتفقنا طيب السبيتش واي انفايرمنتال ساوندز ثري انيمال ساوندز ازاي هات لي بقى اللي هي كانت عليها الوان اللي البيرد والدوج والدك ازاي جبت ثلاث كروت اهي مثلا ادي بيرد طبعا انا ما عنديش كروت ولا اي حاجه بس دلوقتي ببين لكم بحط ثلاث كروت ادي بيرد مثلا وايه اللي هي دي فن بس طبعا مش هتبقى صوت والله اسمها اسم فن انفايرمنتال ساوندز اهي اللي هي دي بس ده مش هيطلع طبعا اي حاجه مش مهم الصوت الصوره والله مش هيطلع صوره هو يطلع صوت ماشي ما هي الصورة نعمل تمييز صوتي بين الأصوات المختلفة حيوانات والمواصلات مثلا حيوانات مثلا مواصلات دي الانفايرومنتال ساوندز خلاص تمييز بقى بيب 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 هي قلدتها ماشي حلو والتاني هو 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 او كو 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 يلا انا صورة بيب بيب وصوت عربية وصوت صورة ديك أو عربية وديك مجسمات ما يمنعش طبعا 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 اقفل كده يا أحمد لازم فيجوال كيوز في الأول أمال هتفهم المطلوب منها إيه إزاي لازم بنبه أي حاجة جديدة بعمل الفيجوال كيوز اهي صوت عربيه مثلا عربيه ودي افرض مجسم ادي عربيه وادي دي بيب 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 مثلا كوكو كوكو ادي مجسمات بوريها وبقول لها ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا سمعتي يلا خبي او بعمل الماس سكرين فين بس مفيش كلام مفيش رغي كتير فين كوكو كوكو فين بيب 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 حاجتين بس ولا رغيت ولا قلت فين العربية فين الدي مفيش كلام في المراحل دي احنا تمييز صوتي بس كوكو كوكو فين وبوريها كوكو كوكو سامعة خلاص كوكو كوكو فين بيب 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 فين كلمتين بس فيش رغي كتير عشان هي اللغة بتاعتها مفيش لغة يا دوبك أصوات هي بتتعلم تميز أصوات لأن هي مش عارفة العربية هي لسه مش عارفة كلمة عربية فأنا يا دوب بيب 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 فين كوكو كوكو فين مو بقرة في الأول مو فين ثلاث أصوات وبنقي الكلوسات اللي احنا قلنا عليها مبارح دي حد فاهم كان فاهم الكلوسات والأوبن سات دي ايه الاوبن سيت ده مش هعرف كابينه وساوند ايزوليتد هبقى بيتكلم مصايد ده اللي فهمت انا كنت هسال حضرتك فيها برضه النهارده كلوز سيت اللي هو بيدخل كابينه بقى تديله اختيارات في كلوز لا اخس عليك يا انا زعلت منك بصوا الكلوز سيت يعني حاجه مغلقه اختيار مغلق يعني ايه كلوز سيت افرض ان دول اهي حاجتين اهي ما اختار ان يبقى حاجتين مثلا اهي حاجه اختار بينهم ده الكلوز سيت يعني حاجة مغلقة اختيار مغلق مفيش حاجة open لا يا تختار ده يا ده يا اما يا ده يا ده يا ده ادي الكلوست ممكن يكون اتنين ممكن يكون تلاتة ممكن اربعة ممكن خمسة ممكن ستة لكن اختيارات مغلقة مفيش اجابات تانية هتخرج منهم يعني يختار ده يا ده يا ده يا ده يبقى ده الكلوست open set ما يعرفش ده ايه هو مفيش قدامه حاجة ومفيش اختيارات فده open set زي ايه open set يعني ايه speech discrimination 0% speech discrimination في open set open set يعني ايه الطفل مفيش حاجة قدامه وبس سامع مفيش visual cues مش شايف اي حاجة وبيطلع له كاب جاب عليه الطفل انه يردد كاب جاب زاب ساب لاب تاب نام نال مال كلها دي open set ومفيش اختيارات وكلها auditory يبقى مفيش اختيارات قدامه
فهمنا؟ الكلوز ست ممكن تكون يا اتنين يا تلاتة يا اربعة حاجة شايفها ويختار منها. الاوبن ست مش شايفها ويختار منها برضو، يختار منها ما فيش حاجة قدام. امال يختار منها ازاي؟ يكرر ورايا، فاهمة؟ يعني هو مسمع له في الجهاز في البوث بقى اللي هناك في السماعات كاب لاب تاب ساب لاب وكلها اوبن ست مينيمال بيرس كلها كلها تلخبط. المهم سمعها ويكررها، ده ابقى متاكده انه سمعها وقالها، فهمنا؟ ده الاوبن ست مش قايله له اي كيوز، مفيش فيجوال كيوز قدامه، سمعي بس. التاني سمعي بس قدامه فيجوال بيختار، فهمنا الكلوز ست والاوبن ست؟ طيب طب احنا وصلنا لايه بقى هنا؟ الديسكريميشن بتوين الميوزيكال ساوندز، ميوزيكال انسترومنت، ميوزيكال طبلة جيتار بيانو، نعملهم قدامه ونفرق شخشيخة يا طبلة يا منبه، كلها ميوزيكال انسترومنت. بشغل الحاجة وبقول له فين اهي، بنبه التلاتة مثلا تلات اصوات شغلتهم قدامه، هشغل واحد وهو ما يبصش وعليه انه يختار. اختار بايه؟ بالسمع ولا البصر كده؟ سمع بس، لان انا مش شايفني. والماش سكرين ده ما فيش ماش سكرين بقى، هو لازم ما يبصش، قاعد مديني ظهره وانا مشغله الثلاثه ميوزيكال انسترومنتس وعليه انه يختار مين فيهم اللي انا شغلتها، الهورن اللي هي الشخشيخه ولا الطبله ولا المنبه. يبقى دي ثلاثه ميوزيكال انسترومنتس. دي مرحله ايه بقى؟ تمييز. كل ده تمييز ما بين الثلاث اصوات. طيب التمييز اللي بعده ايه او، ليه الا ايه او؟ حد كان بيقول لي الفايف لينك ساوندز، لا ده حد من ال حد سالني على الفايف لينك ساوندز. ايه او ايه او ممكن اقولها زي با خروف، اي اللي هي مثلا ايه زي اصل فيل دخلت فيها كلمه، انا عايزه كروت ساوند زي تعبان هيعمل ايه، فار هيعمل ايه، بقره بو. مش بقول حتى كلمه بقره، عرفها بالصوره كان ابيها، معرفهاش انا مش بقول كلمه بقره خالص، انا بقول بقره اهي، بحط افرض صوره بقره اهي وصوره مثلا تعبان مو ايه، خروف بقى ولا بقول خروف ولا بقول بقره، لان انا مش في مرحله لغه، ماليش دعوه باللغات احنا دلوقتي، احنا لينا دعوه اي مو بس. يبقى انا بميز بين ايه؟ الفاولز. ليه؟ عشان اخليه بقى ينتبه في حاجه في اللغه، في حاجه في الاصوات اسمها اي او ليه بديله الفاولز دي؟ عشان ما يجيش ويكبر واقول له اسمك ايه، يجي يقول لي اسمك ايه؟ تمت شكرا. اسمك ايه يا ابني؟ تموت شكرا. فاكرة؟ ليه؟ لانه مش سامع الفاوز، فحياكلها في الكلام. ورغم انه تامر شكري زي الفل، التاه والمه والريه صح، والشه والكه والريه والياء صح، لكن ايه اللي مختلف؟ الفاوز. فعشان كده بسمعها له من الاول كحرود ساوز. اي او اه اه الفاوز الطويل والقصير، تمام؟ فبقى سمعها له عشان ما يجيش يقول لي اسمك ايه؟ تامر شكري. لا، في حاجه اسمها تامر شكري. شفتوا بقي عمل ايه؟ شو فاول اهو، راوندد فاول. فلازم اي او لازم يخشوا في دول. الريسز معيش الورق للاسف، بعمل له زي ايه؟ صوره كده وفيها مثلا زي اللي هي الرصيف ورصيف، ومثلا ببص التفاحة، ده البقرة وده الخروف، أول مرة مو مرة إيه، ويفر يفضل يحرك البقرة مرة والخروف مرة لغاية ما يوصل التفاحة. هي مين اللي كلعبة تقريبا؟ فاهمين؟ فاهمين الريسز دي؟ فكرة الريسز لا هاتي طيب ورقة وأنا يعني بيبقى إيه زي رصيف كده ورصيف كده 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 خطوات، ودي التفاحة هنا، ده بمشي فيه خروف، بجيب خروف وبجيب بقرة هنا، ادي الريسس كده، بوقف هنا خروف وبوقف بقرة هنا، ده خروف وده بقرة، يبقى ده ايه؟ با مو. هقول مرة كل حاجة مرة او مرتين عشان الخبطه. مو يحرك لي دي،
با حرك دي مو، وطبعا مش شايفني انا بعمل الصوت من غير ما يشوفني كده مو با مو مو مو. مين يوصل الاول؟ ايه خد التفاحة ده ايه ده؟ بعمل ايه ده كله؟ زي المحاولات كده، زي المحاولات محاولات بخترع حاجات ان هو يسمع والفرق بين او وايه عشان يوصل لتفاحة، قال يعني لعبة، فاهمين؟ يبقى دي كلها ديسكريميشن بين الفاوز العالي والواطي والفاوز. طيب طب ليه بقى تاني؟ ليه بقى وصلنا للفويسز ماما وبابا؟ ليه ليه قصة عالي وقصير وتخين ورفيع؟ ليه ليه لما وريته صورة واحد تخين ليه؟ يفرق بين ست وراجل. ايوه يفرق بين ست وراجل. بنعملها ازاي؟ لان في ناس قالوا لي طب اعملها ازاي في الجلسة، اعوده ازاي على صوت بابا وصوت ماما ازاي؟ لو بابا وماما مش موجودين، قاعد اهو على الجلسة، قاعد اهو، ادي دينا ورا واحمد ورا، احمد هيقول مثلا ايه اي جملة، اي جملة مثلا التفاحة الخضرة، ايه انا اسمي احمد، هو افرض الطفل احمد، انت فين يا احمد، اسمك ايه، ومرة دينا اسمك ايه، وبعدين انا اسأله بقى مين فيهم ده ولا ده، واحد فيهم هيتكلم مرة واحدة، وهقول له انا هسأل بقى مين ده ولا ده، ما فهمش ما عرفش، اقول له لا اسمع اسمع تاني، ما تبصش، اديني وشك وما تبصش، ما تبص لهمش، اسمع بس، يلا احمد اتكلم تاني، انا اسمي احمد، احمد فين، طب مين، ابص له بقى مين اللي اتكلم ده ولا ده. يبقى هو عليه ان اوديتورلي بس يفرق ما بين صوت تخين وصوت رفيع. فهمنا ازاي نعملها في الجلسة؟ لو بابا ماما طب طفل، ما انا عايز اسمع، اخليه يسمع اخواته، اخواته اخ صغير ولا بابا، اجيب طفل واجيب اجيب راجل كبير، يبقى يسمع الفرق بين ده وبين ده، وافضل اقول له مين فيهم ده ولا ده. كل دي مراحل ايه دي اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ تمييز، تمييزات. فهمنا؟ طيب اللي بعده بقى conditional responses environmental sounds. دي خلصناها. varying lengths. recognition. طب هات ال هات المحاضرة. دي هي ال دي اللي بعديها. طيب. الاوديتوري فيدباك هيستخدم بقى سمعه فين يعمل كنترول على ايه كلامه، يبتدي بقى كلامه يتعمل الترين نويزز، هنستخدم بقى الترين، الكارز، الانيمال ساوندز، السينجينج، اوديو ريكوردينج بتاع الفويس بتاع كلامه، هو يبتدي بقى يستخدم التغذيه المرتده دي الاوديشن ان يتحكم في ايه، في اخراج كلامه، ما يقوليش بي 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 بو بو بو. لا البي بي بي بتطلع بي 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 كوكو كوكو وتطلع كوكو كوكو، القطر، الطيارة، الانيمال ساوز، بطة، قطة، وي يتحكم بقى كديسكريميشن وكإخراج، يبتدي يتحكم في السمع، يميزه ويتكلم بيه ويتحكم في إخراج الأصوات المختلفة، دي مرحلة برضو أعلى. يعني هو هيتكلم دلوقتي يقول الحاجات الباء والأصوات، أصوات هيقول الأصوات اللي احنا بنقولها مطلوب منه، مطلوب منه زي ما عصام قال، طب افرض قال ورايا أكرر أشجعني يكرر ورايا، عشان وهو بيتكلم بيبقى فيه تغذية مرتدة ان ده كاد رفيع، ده تخين، ده عالي، وده واطي، لان لازم يتنبه ليهم. اللي بعده طب طلع الاصوات ازاي اعلمه ان هو يعمل يعني عشان يميز، يعني يعمل التغذية مرتدة. ده كتاب، وريني الكتاب اللي ادتهوني لميا النهاردة. ده كتاب، كتاب اهو، كتاب ده بس عشان احسن البيتش كنترول للاطفال اللي عندهم ضعف سمعي. الكتاب ده بس لعشان البيتش كنترول اهو. اسمه ايه؟ Program of Training to Lower Pitch in Adult Speakers.
ده مش منهج. انا مش انا عايزه افهمكم يا دكتور. انا عايزه افهمكم حاجه يا جماعه، انا مش بشرح للامتحان، انا بشرح لوجه الله ليكم باليمن والبركات. حضرتك باليمن والبركات مش ده بوست لينجوال. لما تتنيلوا ان شاء الله وتروحوا بقى تشرفونا كده في بلاد عربية في بلاد اجنبية، وياما راحوا ناس. نجوى يعقوب دي احدى التلامذة بتاعتي اللي انا بفتخر بيها، دي دلوقتي في انجلترا. في انجلترا ولا كندا؟ كندا كندا. ودي من احدى التلميذات النابغات، من اول اخصائية اللي هي من اول اخصائيين اللي جام، وخدت مش السي سي سي، لا دي خدت بتاعتها، خدت برضو الشهادة البريطانية، يعني خدت عدلة بتاعة الدورة التخطبية اللي عندنا بشهادة معادلة في انجلترا، واشتغلت في انجلترا، وبعد كده سافرت كندا وهجرت وفتح مركز وبتشتغل في من احدى الشخصيات اللامعة في مجال سبيتش ثيرابي، لان هناك في كندا ما فيش حاجة اسمها فونياتريكس ولا كلام، اسمها سبيتش ثيرابي او سبيتش باثولوجي. المهم هي احدى النابغات في العلم ده، وبتطلب بالاسم وشغالة كويس جدا باسم كندا، وهي متخرجة هنا. فانا مش بشرح للامتحان، انا بشرح ليكوا انتوا نهار لما تمسكوا حاجة، نهار لما تسافروا. ولد منهم شفته في البحرين، محمد منتظر، ده اديته مش عارف السنة 1992، ناسية خالص، فاكرة الوش بس ناسية الاسم. اول ما شفته افتكر، بس هو مش انا مش متخيله بقى له مثلا 12 ولا 18 سنه مخلص الدور، ماسك عامل شغل كويس جدا في الداون سيندروم، وشغال كويس جدا في الحته اللي فيه، ومشرفنا في المركز اللي هو فيه، ومصري واخصائي. فطبعا انا مش بشرح للامتحان عشان تبقوا فاهمين، ما حدش يقول لي ده داخل في المنهج ولا مش داخل. انا ده بشرح لكم. مفيش ولا دكتور حضرتك قبل دي كان عمل حاجه كده. اي دكتور مش انا، اي واحد. بلاش نخش في السياسات، بلاش في السياسات. دكتور احمد لو طلع بره بلاش السياسات. فانا مش بشرح للامتحان، بكررها في الدكتوراه لما حد بيخش الدكتوراه، وفي الماجستير، وفي الدورة التدريبية، مش بشرح للامتحانات. الامتحانات موجودة في الكتب، اقروا الكتب وانتوا تخشوا بالماء، صمموا وصموا وخشوا وادلقوا المعلومة، صح؟ فانا مش بشرح للامتحان، احنا بنشرح للتدريب العملي لما هتطلعوا برا، تخرجوا تسافروا. وهنا هنا في الشغل لما حد بيخش في الجلسة ويكون مش عارف بيعمل ايه. يا جماعة كل جلسة لازم تبقى دوكيومنتد، صدقوني لازم، ده الفكر العلمي في امريكا كده. اي جلسة بتخشها لازم تكتب جلسة شكلها ايه، هتعمل ايه، بتستخدم الماتيريالز في ايه، وبتكتب وبتحاسب على ده. اي جلسة بتخشها لازم تكتب الادوات اللي هتستخدمها ايه، انت داخل بتشتغل في ايه، حققت كام في المية. دي حاجة اسمها البروجرس نوتس. بروجرس نوتس 3 اسابيع 3 شهور 6 شهور. ليه؟ عشان في حاجة اسمها مقاضاة، في حاجة اسمها بعد كده الاهل بعد 6 شهور يجي يقول لك هشتكيك، ايه الدوكيمنت عندك؟ لا انا عندي دوكيمنت اهو، غاب كذا جلسة كان محقق 30%، دلوقتي بقى 80%، بايه؟ جبتهم من فين؟ لا اهو الجلسة بتاريخها، كان دخل يعمل ايه، حقق ايه. وبرضو ده مش عشان المقاضاة ولا عشان الخوف ولا ولا، عشانك انت كفولو اب ليك للعيان، انت بعد كذا جلسة تقول ياه هو الطفل كان مبتدي بكده، ياه ده كان كده، انا انسى، عشان انتوا ما تنسوش. فكل واحد يبقى له فايل وتكتبي، مش عيب ان انا اكتب، بالعكس ده للعيان، لمصلحتك ولمصلحة العيان. سيبك حد يقضيك، سيبك حد مش عارف يشتكيك، لا ده للبروجرس نوتس للعيان نفسها، فهمنا؟ فده بمناسبة البيتش، فده كتاب للي عايز، للي مش داخل الامتحان، اللي مش داخل الامتحان يقرا ازاي يقلل البيتش في العيانين بتوع الهيرنج امبير، بدل ما يقولك ايه سلامة، لا كل ده على البيتش بس، كل ده على البيتش بس. فده برنامج محدد مقنن، خطوات. طيب هاخده حضرتك اصوره خطوه فوق الخطوه فوق الخطوه عشان احسن البيتش بتوع الهيرنج امبيرد تشيلدرن او كبار، هو ده للكبار وللصغيرين. هنصوره تمام بجد، هنصوره اللي بعده هنصوره حضرتك والله بجد. سيريستي طيب دخلنا بقى ايه في الكونسونانس والفاولز.
دخلنا في السيجمنتلز بتاعت زمان اللي كنا بنقول عليها. ليه الجدول بتاع الفوناتيك الفابات اللي بقول لكم عليه في الفوناتكس واللينجويستكس اللي بتكرهوه عمى؟ ليه بتدرسوه؟ اللي بيهرب منه في الفوناتيك واللي في الفوناتكس بيجي لكم تاني هنا. ايه الفرق في بينهم في المانر؟ ايه الفرق بينهم في البليس؟ ايه الفرق بينهم في الفويسنج؟ ايه الفرق بين كل الكونسوننس بقى لازم تتحفظ صم. ليه؟ لان هتيجي هنا لما يجي الطفل يقول لك زينب يقول لك سينب. اه دول فين؟ السه والزه ده فين؟ هما ايه الفرق بينهم؟ هما انهي نوع اصلا؟ دول في انهي حته في الجدول ده؟ دول فريكاتيفز ولا بلوسيفز ولا فويست ولا في البلاتو فيلر ولا فيلر؟ دول منين؟ لازم ابقى في صماهم. ليه؟ عشان اعرف اعمل المشكله، والمشكله اعرف مكانه فين واعالجها. ايه الفرق لما يقول لك مثلا كامل كمال يقول لك تمال؟ ابقى فاهمه ايه الفرق بين الكاف والت. طب ايه الفرق بين جمال قالها كمال؟ فويسلس. ابقى عارفه فين الكاف وايه الجيم، هم اخوات ولا مش اخوات، ده بيتنطق فين، ايه المشكله فين. يبقى الجدول بتاع الفونيتك الفابت تحفظوه صم. طبعا كل واحد معاه الجدول مش كده؟ انا واحد فيهم بتاع الفونيتك الفابت. الترانسكريبشن ولا المانر والبليس اوف ارتكيليشن؟ ما هو الترانسكريبشن فيه، ما في حسب الامريكان او ايه الانترناشونال. انا بقول الانترناشونال فوناتيك الفابت جدول كده كنت مديه لكم ايام ال حضرتك. طب لا ايوه اخدتوه؟ لا مع نسخه مع المجموعه خدتوه؟ حضرتك احنا بنتكلم اصل حضرتك في دلوقتي في انترناشونال فوناتيك الفابت بير سي، وفي الفوناتيك وفي الارتكيلاتري فوناتكس. حضرتك فاهم انا بتكلم في ايه؟ اللي هو بلاس البليس والمانر اوف ارتكيليشن مكتوب في الجدول. حضرتك لا في الفوناتيك الفابت ده جدول مش مكتوب. مكتوب فيه، مكتوب فيه الانترناشونال. دي صفحه حاجه كده ورقه كده، وممكن تنزلوها من على النت على فكره. هي موجوده في النت، تنزلوها تخشوا على الموقع وتروحوا نزلينها. ايه بقى الجدول ده؟ موجود فيه فوق بلاسيفز فريكاتيفز افريكاتس نيزلز لاترالز. بلاسيفز ماسك لك ايه بقى؟ ب والب، ت والد، والك والج. مكانهم هنا مثلا ايه ده بلوسيفز في الجدول هنا اللي هو الرأسي ده بلوسيفز. هنا مكان الارتكوليشن بتاعهم الب والب بايليبيال، ت والد ايبيكودنتال. هنا المثل ك والج فيلر. يبقى هنا فوق الايه يا استاذ احمد؟ مانر. هنا بليس. بس التفاصيل بقى في الارتكيليشن موجود في الجدول. انت ما انت حافظ بقى ومذاكر، المفروض ابص في الجدول افتكر ده بلوسيف. طب مكانه فين؟ طب ايه الفرق بينه وبين الفويسنج؟ الجدول ده لازم يتصم، مش يتصم طبعا، يتفهم وبعدين يتصم. بالاكسبيرينس كده هتبقى فاهمين ده فين وده فين وده فين. عرفنا ليه بصم وليه لازم ابقى عارفاه؟ اهو سيبك من الدسلاليا، دسلاليا سيبك، ما هيبقى عندهم فيجوال كيوز. دول عندهمش فيجوال كيوز، مش سامعينه فمش شايفينه فمش عارفين يقولوه. فهمنا جايين لنا ليه في الكونسوننس تاني؟ الكونسوننس ليه بقى بقول بيب بيب بيب؟ ليه وو تو 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 تيك تيك تيك؟ ليه كل بقى الفاولز كمان بلعب بيها؟ ما هو في تو 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 تيك 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 با مو هاو مياو، كل ده فاولز. الانترناشونال فوناتيك الصفحه كده فيها الكونسوننس هنا وفيها الفاولز هنا. الفاولز بقى كل الجدول بتاع الفاول، الهاي مش فرونت فاول، اللو فرونت فاول، الهاي لو، الهاي باك فاولز واللو باك، كلها في الجدول. تشوفي اه فين او فين اه فين، كلها في الجدول بتاعت الفاولز. فاكرين معاكم الورقه دي ولا لا؟ انا عندي دي في ورقتين، دي واحده موجوده في المذكره، في واحده بتاعت حاجه اسمها انترناشونال فونيتيك اسوسيشن عشان تتكلم عليها. المذكره دي ما فيهاش فاولز، المذكره دي كونسونانت. لا الجدول الفاولز مش في الجدول، لا الفاولز موجوده في الكلام، موجوده في الكلام نفسه. كل فاولز موجود عليه الاي بي اي، موجود على السايت بتاع الانترناشونال فونيتيك الف بتاع النت، اللي عايز يدخل ينزله موجود التيبل ده كامل زي ما هو. قول لهم، قلت لهم سمعت؟ سمعوا خلاص. اي حد يدخل على النت، على اي حد يخش على النت ويجيبه وينزله ويديه ايه فوتو كوبي ليكم.
حفظتوا؟ انتوا خدتوه بالمناسبه ولا لا؟ اصلا مش خدتوه في الفونيتكس في اللينجويستكس؟ انتوا ما خدتوهوش؟ الطلبه الجداد مش بقالكوا سنه؟ يعني انتوا اللي انا بقوله ده ما ما علينا. الايدنتيفيكيشن وصلنا ليه؟ هديكم مثال ليه. هات الثلاث صور اللي احنا قلناها دي. الايدنتيفيكيشن يعني ايه بقى؟ مرحله مش تمييز، مرحله اعلى. المرحله اعلى يعني ايه؟ بنت، كرسي، تلفزيون. ايه الفرق بينهم دول؟ مقاطع عليكم نور. ليه؟ لان هو سامعها. بنت زي ما قلنا المره اللي فاتت، بنت. ثانيه كرسي، ارنب، بطه، دبه. بنت، دب، قط، كلها ايه؟ يوني سيلابك اللي هي دي على وزن دي. ده دي تلفزيون، فراولة، شمسية، مرجحة. فهمنا بقى؟ الايدنتيفيكيشن بقى اهو. بصي ده كلوز ست طبعا. الطفل قدامي وانا فيجوال كيوز اهو شايفني. بنت سامعة؟ بنت. وهكذا كرسي شايف وسامع طبعا، شايف وافرض بساعده. سامعة؟ كرسي. سامعة؟ كرسي. سامعة؟ تلفزيون. سامعة؟ بنت خبطة واحدة. بنت، وممكن اخدها بايد. بنت شوفي، دي خبطة واحدة، دي اتنين، دي تلاتة. سامعاهم؟ واحد، دي اتنين، دي تلاتة، وهكذا اهي. يبقى دي فيجوال كيوز واوديتوري كيوز. خلصنا؟ عرفنا؟ طيب هاجي بقى من وراها، ادي التلاتة قدامها. حفظتي كده؟ حفظتي خلاص؟ طيب هنختار بقى، عايزة واحدة. بنت فين؟ كده مفيش اكتر من كده. بنت فين؟ تنقي. تلفزيون فين؟ نقي التلفزيون. نقي غلط اهي، نقت غلط. يبقى ادي الاوديتوري اهي فشل. اعمل ايه بقى لما فشل الاوديتوري؟ تلفزيون سامعة؟ اوديتوري تاني. بنت فين؟ نقت غلط. اديلها فيجوال كيوز؟ لا، بدي بالقطارة، مش بساعد مرة واحدة. فشلت خلاص. بنت فين؟ نقت لي كرسي. لا غلط. اسمع تاني. بنت وساعدتها. بنت تاني. بنت فين؟ يبقى دي اوديتوري بس اهي. فين؟ افرض جابتها صح، برافو. اجي تاني اعضد الاوديتوري بالفيجوال. بنت يبقى انا عضدت بقى الاوديتوري بلس فيجوال، باكد عليها ان فعلا، وبنبهها ان هي تسمعه تاني. بنت يبقى انا عملت الاوديتوري بلس فيجوال. تاني كرسي فين؟ جابته غلط. لا غلط. اسمع تاني. كرسي فين؟ ولا قلت فين الكرسي، ولا قلت الكرسي اللي بقعد عليه، ولا قلت الكرسي الكبير، ولا قلت. دوري لي كده على الكرسي فين ومن التلفزيون من البنت. كلمة واحدة اللي مطلوبة مني ان هي تعملها ايدنتيفيكيشن. سمعنا؟ مفيش جمل، كلمة. كرسي فين؟ اختارت.
كون انها تقشر بقى لا لا انا بديكم مثال مش بكررها مرتين. كرسي نفعت نفعت ما نفعتش اسمعي تاني بنبهه ان انا هقول حاجة. كرسي تمام نفعت مطلوب منها ايه ده اللي انا بعمله مطلوب منها ايه اختيار ده اسمه الايدنتيفيكيشن يبقى دي مرحلة ايه اعلى. طب حضرتك ببدأ بثلاثة سيلكشن ثلاثة من الاول ولا ببدأ ممكن اختار اثنين ممكن اختار اثنين يوني وباي اعمل له اثنين مثلا يوني وباي زيادة يوني وباي وبولي خلاص بس دي ما زلنا في بولي في كلوستات اتفقنا على كده فهمنا اختار يبقى دي الايدنتيفيكيشن فهمنا كده طيب وهكذا بقى اخضر احمر اصفر قطة كلب بطة قدامي قطة كلب بطة اهي قطة فين كلب فين بطة فين وتختار يبقى مرحلة الاختيار دي اسمها ايدنتيفيكيشن اتفقنا بس لو فيهم اتنين بايسلابك هو بيعرف يميز ما بينهم ما احنا بعلى بقى احنا بنعلى بعمل بقى ايه بوليسلابك ثلاثة بعمل بايسلابك اتنين ارنب قطة وبطة ويختار واحدة يبقى دي مرحلة اصعب ايدنتيفيكيشن برضو بس اصعب هو في الاول عم كان بيقرا الصوت كان بيقرا الصوت باسم الشيء ماشي بيختار على اساس الصوت ماشي برضو ايدنتيفيكيشن برضو لو انت مثلا ايه اهي قطه وكلب وبطه هاو هاو ياو ككك مين فيهم برضو ككك فين هتختار بس انا بقى ايه بعلم اصوات بكلمات بقى ما انا الكلام اللغه شغاله في الاول قلتها يعني اثناء لما اديته الصوت اديته الكلمه ايوه اتربط بعد كده يعني ميزت الاصوات جاب ميزت بالكلمات جاب حلو يعني هو عمل هما الاثنين مع بعض وصلوا ماشي اربطي اربطي الاثنين مره اصوات ومره كلمات اتفقنا طيب دلوقتي احنا في مرحلة الايدنتيفيكيشن ينقي الاصوات خلاص او ينقي الكلمات جنبي اللغة شغالة مش سايباها عشان انا جيت مرحلة بنت قطة تلفزيون يكون عارفهم يبقى انا بنبهه لغويا الجلسة كلها تبقى اوديتوري تريننج مال ايه نص شوية اوديتوري وشوية لانجوج عشان ابني اللغة اللي متأخرة اربع سنين دي فاكرين لما قلنا في حاجة اسمها الكرونولوجيكال ايج والهيرنج ايج الهيرنج ايج هيبقى زيرو كرونولوجيكال ايج اربعة يبقى فيها كام سنة فرق اربع سنين عشان املى الجاب دي يبقى لازم تنبيهات لغوية تمليلي الاربع سنين فرق وتنبيهات الاوديتوري تمشي مع الاوديتوري ايج بتاعه او الهيرنج ايج بتاعه ده ما يبقاش صفر وده يبقى اربع سنين نص ده مع ده طب هي حضرتك انا حاسه ان الاوديتوري الاول ده مرحله سابقه لللانجويج يعني انا المفروض هو يميز الساوند دي وبعدين اوصله لانه يميز السبيتش ساوند عشان المرحله اللي انا بقولها لك دي قبل الاخيره لا مرحله أبقى عاليه أبقى. مرحله عاليه مشي فيها فتره واللانجويج شغاله خلاص ابتدى يتعود خبط باب عرفها خبط تليفون خبط مثلا مفتاح عربية الموبايل خلاص عرف ده كله 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 عارفه احنا بنتكلم في كلمات دلوقتي والموني سيلابيك ده احنا دخلنا في كونسنانس دي مرحلة عالية انا بتكلم على الساوندز في الاول لا 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 الساوندز دي خلاص زمان زمان لا لا دي ده دي كونسنانس يعني خلاص يعني ذا ستارت ببدأ لانجوج مع اوديتوري لما اعلى لما اوصل مرحلة اعلى شوية اعلى شوية عشان اقدر يعمل ايدنتيفيكيشن بعد كده خش بقى على اللي بعدها ما الصورة مش باينة اللي بعده اللي بقى بعدها ريكوجنيشن بقى ريكوجنيشن دي المرحله بقى ايه معاك كتاب فيه كذا صوره يا احمد او معاك صوره مثلا في بيبي بي او البنت اللي هي كنت جايبها لي انت الصوره صوره فيها فيرب اكشن اكشن فيربس بصوا
ايه بقى؟ دي صورة زي ما انتوا شايفين ولد بيطفي شمع، دي كلوست اللي يشوفها كده يقول كلوست، لكن ايه في نفس الوقت ممكن برضو تشتغل اوبن ست. ليه؟ ممكن اقول ايه، ولد شعره اصفر، ولد بينفخ شمع، ولد لابس بلوفر احمر، ولد بينفخ شمع، ولد لابس طرطور لونه ازرق، ولد الطرطور بتاعه فيه نجمة، مش كده كل ده كلام؟ يبقى دخلنا في ايه، اوبن ست، لكن عارف الموضوع. يبقى هي كلوز ست، يعني هي اوبن ست وذا كلو اللي هي في اللي هي في كتاب الكبار اللي بنسميها ايه، open set with clues. ابيض ابيض يا لهوي والله العظيم ايه ده، استنيني ما اشوف دول. دول عايزين بقى واحده واحده كده، دول واحده واحده. امال انا كنت بقول ايه؟ حبه 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 حبه. انتوا عارفين يعني ايه الاوبن سيت والدايركت كلوز؟ محدش فيكم فتح البتاع البتاع التاهيل بتاع الكبار؟ كل شيء مكتوب هنا. انا الشيخ زايد شغال بري لينجوال، ما عنديش ما تقوليش بري، محدش يقول لي بري لينجوال. اطفال، برنامج الاطفال وبرنامج الكبار، محدش مسك برنامج الكبار. كل شيء مكتوب كمان، يعني انت بتكلم ما حدش مسك البرنامج بتاع الكبار ده ولقى ايه ده بالعربي. يا ريت ده بالعربي، يعني ده مكتوب بالعربي. بعد رمضان بقى عليك راضي يا ايوه استنوني بقى، دي بقى دي تعتبر اوبن سيت، هي صوره اهي، يبقى اللي يشوفها هيقول كلوز سيت، لكن هي اوبن سيت. ليه؟ لان عدد لا نهائي من الجمل. لو قلنا الاوبن بقت اوبن، مش قلنا الاوبن سيت كلوز، ما هي خلي بالك ما هو بيتلخبطوا دلوقتي. اللي انا بقوله ده اوبن سيت مكتوب بقى في كتاب الكبار، هتلاقي امثله منه. اوبن سيت وذ كلوز، يعني ايه الكلو؟ اهي الصوره اهي، يبقى ده كلو، في فيجوال كلو قدامهم. واوبن سيت، اوبن سيت ليه؟ ان في عدد لا نهائي من الجمل اللي اقدر اقولها. صح، ايش لابس احمر، لابس اصفر، بينفخ الشمع، بينفخ شمعتين، الطرطور فيه نجمه واحده، الطرطور لونه ازرق، مش دي اوبن سيت؟ يبقى دي عدد لا نهائي من الاجابات بقت اوبن سيت، لكن معاها كلو بقت اوبن سيت وذ دايركت كلوز. لما بيجي اقول له مثلا ايه، هكلمك في موضوع التلفزيون، شفت الاخبار امبارح، كان في ماتش امبارح بين الاهلي والزمالك، كانت نشره الاخبار طويله قوي، شفت فيلم ثقيل امبارح، مش كلها دي اوبن سيت؟ لكن وذ كلوز ايه، فهمت الكلو ان انا بكلمك على موضوع التلفزيون. طب لو انا ما كلمتوش على موضوع التلفزيون بقت اوبن سيت من غير كلوز، يبقى ده اوبن سيت وذ نو كلوز، مش مدياله هنت على انا هكلمه في ايه. ده بقى هنت اهو، انا هكلمكم في دي، يبقى ده اوبن سيت وذ كلو. فهمنا؟ طيب احنا بقى دي دي المرحلة الريكوجنيشن. الريكوجنيشن معناها ايه؟ اهي الصورة قدامي، ها؟ هقول له ايه؟ هو مش شايفني وانا عاملة كده بالماش سكرين، وادي البتاعة قدام الصورة، ولد بينفخ شمعة، اهي ولد بينفخ شمعة. ايه؟ انا قلت ايه؟ قول ورايا، ريكوجنيشن معناها تو ريبيت. يبقى مطلوب منه ايه في المرحلة دي؟ شايفين انا بعلى بايه، بتدرج لايه بالصعوبة؟ خلاص بقى بيعيد ورايا. يبقى اللي عنده لغة وعنده سمع بيعيد. قول انا قلت ايه؟ فين الصورة يا سالي؟ ها؟ قول انا قلت ايه؟ ولد بينفخ شمعة. طبعا مش ممكن هيقولها لي في الاول، قال لي ايه في الاول؟ شمعة، ولد. حلو، برافو، هي برافو. اسمع تاني، ولد بينفخ شمعة. قول يا مارو، هيقول ممكن، لكن انا بقى من عشان كده التدريبات دي ما عادي شغالة. لكن افرض اللغة بتاعته لسه مش عارف، ولد بينفخ شمعة، قولي يبقى انا سامع ان هو ايه، وصل له ثلاث كلمات مدغمين، ماشي، ممكن تكون اللغة بتاعته مش كويسة، لكن وصل لي انه عمل ثلاث خبطات، ولد
بيقولكم جامعة. مفيش حاجة. فاهمين؟ طيب ولد شعره أصفر. قال كرر كم كلمة؟ ولد شعره أصفر. افرض راح قالك إيه؟ أصفر. برافو شاطر. اسمع تاني. قول. ولد شعره أصفر. قالك ولد أصفر. برافو شاطر. انا مش بحكم بقى على اصفر ولا اصفر، مش بحكم على دي، بحكم على ثلاث كلمات. ايه ده بيرد الثلاث كلمات؟ ايه ده بيرد الثلاث كلمات بالظبط؟ فهمنا بقى دي المرحله دي. يبقى بفضل اعمل فيلينج ان بكيوز لغايه ما يقول لي جمله مكونه من ثلاث كلمات تو ريبيت. يبقى دي مرحله ايه بقى؟ ريبيتيشن. دي مرحله ريكوجنيشن، معرفه اعلى واعلى. خلاص يبقى دي مطلوب ان هو ايه؟ دي اللي قبلها ريكوجنيشن. كومبريهنشن بقى خلاص اوبن سيت، ولا عارف انا بتكلم في ايه، ازيك عامل ايه وايه بقى كده، ازيك عملت ايه، كلت ايه امبارح، شربت ايه، جيت النهارده راكب ايه، ماما وبابا جابوك ازاي، وهكذا. يبقى دي بقى مرحله ايه؟ دي الكومبريهنشن. دي اوبن سيت خالص، ولا بقول له ايه ولا فين ولا ولا ولا، مفيش اي مساعدات. فهمنا كله ايه؟ وديتوري. طب لو سقط منه حاجه فيجوال ماشي، عملت ايه امبارح، ما فهمش عملت ايه امبارح، في حاجه الكتاب اللي اديته لك يا لمي مين؟ الهام يا ده الهام. الهام الهام الكتاب ده مهم جدا برضو تصوروه. ليه؟ لانه بيصور لك الجابس اللي هو في حاجه اسمها ايه كوميونيكيشن ريبير ستراتيجيز. يعني ايه ريبير ستراتيجيز؟ وجي مره في الامتحان وما حدش ادى فيه منطق. ده كان سؤال امتحان حضرتي اللي حطاه، مش دكتوراه، كان ماجستير. يعني ايه الكوميونيكيشن ريبير ستراتيجيز؟ يعني ايه؟ يعني ايه هي الريبير ستراتيجيز اللي بيستخدمها الطفل او الكبير لما بيقع منه التخاطب؟ بيعمل ايه؟ ما يفضلش انت بتوصليه المرحله لما تساليه سؤال ما يقولك ايه ايه مين؟ مش سامع، مش عايزه بقى دي. بتعلميه في حاجه، والكتاب ده بيعلمك بقى خطوات كده. لو انت ما فهمتش الحوار مثلا، انا بقول له اهي ولد بينفخ شمعه، ما سمعش، ما يقولكيش ايه. بيعلمه بقى ايه؟ يقول كي وورد من اللي سمعه. انا اقول له يا اما كي وورد يا اما هو اللي قال لي. اقول له ايه؟ هوري له بقى شمعه. اسمع تاني، ولد بينفخ شمعه. انا عملت ايه بقى كده؟ اديت له كي وورد، ما اديتلوش الجمله، بدي المعلومه بالايه، بالقطاره زي ما قلت لكم شمعه، واديت له فيجوال كلو. ها فيجوال كلو اديتها له، واديتها له كلمه. يبقى دي ايه؟ واني كلمه من ضمن الكلام اللي انا قلته؟ يبقى دي كي وورد. بعلمه هو بقى لو هو سقط منه المخاطبه ملوش ايه، امال عمل ايه؟ ايه المطلوب ان يعمل؟ تفتكر هيعمل ايه؟ ايوه برافو عليك. يبقى هيقول ايه؟ اهو انا قلت ولد بينفخ شمعه، ما سمعش وما قالش اه، امال ايه هيعمل ايه؟ يقول ايه بالظبط؟ هيقول ايه؟ شمعه. هيقولها لي شمعه. اه برافو. اسمع تاني، ولد بينفخ شمعه، يبقى هو قال لي كي وورد. دي معناها ايه؟ اللي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ كي وورد ريكويست. يعني ايه كي وورد ريكويست؟ يسال من اللي بيتكلم معاه كريكويست لكي وورد، كلمه من اللي سمعها. يبقى مطلوب منه ايه اللي بيتكلم؟ تو فيل ان ذا جابس اللي هو سقطت مني. ايوه برافو. اه انا كنت بقول ولد بينفخ شمعه. خلاص يبقى دي اسمها ايه؟ كوميونيكيشن ريبير ستراتيجيز. ايه تاني اللي ممكن يقوله؟ يبقى دي اول واحده، انه يعيد يكرر كلمه سمعها. تاني حاجه استنتج الفعل نفسه لو انا قلته، ما هي كلها برضو كي وردي. تاني حاجه يقول لك ايه؟ عيدي تاني، انا مش فاهم. تالت حاجه يقول لك ايه؟ عيدي بطريقه تانيه. اخر حاجه يقول لك انا مش سامع، انا مركب سماعه مش سامع. دي رابع حاجه. اربع ليفل، وده اللي ما بنحبش نوصل له. افرض بنت لابسه طرحه وحاطه سماعه، مش عايزه توصل لمرحله ايه، ولا عايزه تقول ان انا لابسه سماعه. تبتدي ازاي
تخم اللي قدامها ان تجيب منه المعلومة ان ما يبقاش فيه بريك داون للكونفرسيشن. ازاي تعمل في حصل بريك داون مش فاهماكي انت بتكلميها مش فاهماكي، هتقول لك ايه مش فاهمة، هي مش عايزة تقول لك ان هي مش لابسة سماعة. فبتعلمي العيان، في ناس بتتكلم بالجنب، في ناس كلامها مدغم، يبقى تقولي له ازاي، يا اما عيد بطريقة تانية، يا اما حط النور على وشك لو سمحت، لو في مطعم خلي النور على وشك عشان افهم، لا ما فهمتش عيد لي بطريقة تانية، يا اما عيدها لي بطريقة تانية، يا اما في الاخر بقى انا لابس سماعة مش فاهمك. يبقى دي اسمها ايه بقى، communication repair strategies، عشان افك الايه ال 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 زي ما تقولي ايه الاحباط اللي بيحصل من عدم الفهم. فهمنا ازاي دي؟ دي هتلاقيها في الكتاب. صباح الخير، صباح الخير، صباح النور، صباح الخير. موجوده في البراجماتكس، موجوده في البراجماتكس دي، موجوده في الكتاب الاخضر. يعني انا صباح الخير يا الهام، صباح الخير، صباح الخير دكتوره ساميه. يعني انا بعلم المريض بتاعي ان يتصرف كده بالظبط كده، انت اللي بتقولي له البدائل دي عشان يستخدمها، يروح مثلا في مطعم ويروح معاه واحد ويحاول ان هو، لان في ناس بتتكلم ومدغمه النور مش على وشها، فبتعلميه انه في مطعم، انا خلصت، بتعلميه في المطعم انه يقول له مش فاهم، حط النور على وشك، وفي حد بيبقى معاه، يعني ايه to fill in the gaps. انا بتكلم في موضوع التلفزيون، احنا نقلنا في موضوع البابا، احنا نقلنا في موضوع بكرة هنعمل ايه، احنا نقلنا ماشيين امتى، يعني ايه دي، دي حد ستيمولاتري جنبه لما بيحصل شيفت في الموضوع يقول له. يبقى دي الايه، ايه مشكلته، يعني هو ليه مش بيعرف مشكلته ان في الكلام، في الناس، في الناس بيحصل بريك داون الكوميونيكيشن مع ناس كتير، مع ناس، وفي ساعات ما بيفهمش الناس. احنا في الكومبريهنشن ده دكتور، ايوه ده عيان الكوكلير برضه بيحصل له كده، كله عيان الهيرنج امبيرمنت وعيان الكوكلير كلهم، كل العيان بتاع الكوكلير، ايوه ايوه. واول حاجه العيان بتاع الكوكلير لما يوصل اخر مستوى يقول لك ايه، انا لما بيكون ناس كتير مش بفهم. امال بتفهم ازاي؟ واحد لواحد كده، حد واحد كده يكلمني انا ببقى فله، طب مع ناس كتير مش بفهم. طب انا استفدت ايه لما علمتك كده مثلا؟ الباك جراوند نويز دي مهمه جدا، الباك جراوند نويز قبل ما بطلعه على المدرسه بروح جايبه له كاسيت، كاسيت شغال عامل وش، بس اسمع الكلمه دي لاخر، قبل ما بيطلع على المدرسه بجيب له حاجه اللي اسمها الباك جراوند نويز، بجيب كاسيت وبيطلع صوت علشان يتعود على الباك جراوند نويز اللي بيحصل في الاتموسفير بتاع الكلاس روم. يبقى بعمل له كومبيتينج ساوند عشان اعلمه يعني ايه ياخد المعلومه من وسط الساوند، يكون الكاسيت شغال واقول له اسمع، ركز معايا، بص اسمع هنا، مالكش دعوه بده، ويكون مثلا نشط اخبار شغاله، اغاني شغاله، واقول له اسمع هنا، مالكش دعوه بده. ليه؟ لان في الكلاس روم هيبقى عيال بتتكلم، مدرسه بتتكلم، بتملي الدرس وهي مديه ظهرها، يبقى الكلام مش هيبقى موجود، يبقى مفيش سبيتش ريدنج، هيتعلم على ده. طب وده وفي دوشه عيال، يبقى ده قبل ما بطلقه للكلاس روم سيتويشن ببتدي بعلمه بكاسيت، ويبقى كلام شغال عشان هو الطفل يتعود يتفوكس على الكلام بتاع المدرس. طيب انا في الاول ليه عملت له حكايه لما الشمع الولد بينفخ الشمع، ليه رحت اديله فيجوال كلو ان انا قلت له شمع، استفاد بيها ايه؟ ما قول انا في مرحله ايه ريكوجنيشن، قول ورايا دي كانت في ريكوجنيشن، ايوه اوكي، مرحله ريبيتيشن، ما اعرفش بقول له كلمه كلمه كلمه، دي في ريبير. احنا قلنا الكلمه دي في حكايتك الكوميونيكيشن ريبير، ان احنا بنديله كي وورد، كي وورد صح، وفي الريكوجنيشن ايه فايده الكي وورد ليه هنا في المرحله دي، دي في الكوميونيكيشن ريبير ايه فايده ريكويست، هو بيسالني هي دي كلمه انت بتقوليها، ايوه يعني انا بقول له ايه، ولد بينفخ شمع، ما سمعتش انا، ما سمعتكش، رحت قلت لك ايه شمع او يقول لك ايه ولد، هو بيستفهم منك، هو ما سمعش، يعني هو ما سمعش بس بيسالني قبل ما انا اقول له ولد، لا انا ما سمعتش، انت قلتي لي الجمله ما سمعتش حاجه، سمعت ولد، هقول لك ولد تقولي لي اه ايوه صح انا قلت كده، ايه سمعت تاني ما سمعتش، هفضل اقول لك ولد، افضلي بقى ايه فيدنج ان بالكلمات التانيه.